الحي دابا انت كروشين اليومي ديالك الشوه اللي كانت كدير ولا نضحكوا على الشعب المغربي وليت كتقول لي غطلع للسطاح وغتبغي دير براسك بحال باغي تنتحر وخاصك فهمتيني شحال حوايجك ودوب واحد السيريا واش غواش وهادي شفت ان فهمتيني كتضحك علي ان نديكلاري بك غادي ندير بك دعوه قضائيا السلام عليكم معكم سيمو محب تي في مشير للجدل اللي كان كيطالب بالزواج بنادي المراكشي اللي كدير روشين اليومي بطريقه فاضحه. اليوم جيت نوضح للمغاربه بان ديك البنت انني كنت فعلا باغي الزواج وباغي الحلال وكنا انني باغي ناوي نحيدها من ديك الروشين اليومي ديالها وباغي نحيدها من هذيك الشوهه اللي كانت كدير. للاسف دويش معاها خرجت في منابر اعلاميه تنشكرها تندوي عليها مزيان فاذا به الدريه بين ليله وضحى انها تقلبات قالت لك انا ما كنفكرش في الزواج وانا دابا حاليا عندي بزاف ديال الاولويات اذا كنحترم الراي ديالها وقالت لي شوف انايا دابا حاليا القناه ديالي راه ما طالعاش ونسبه المشاهده ما كايناش بزاف ان غادي نتعاونوا مع بعضياتنا انت عندك قناه وانا عندي قناه وغادي نضحكوا على الشعب المغربي اللي كيشيق فينا واللي متبعنا وفهمتيني بداش كترفض بداش كتقول لي شي حوايج اللي انا ما غنقدرش نديرهم انك المره الاولى الصراحه انا فهمتيني درت واحد الغلط هو انني درت ليها خاطره وقلت ليها شوفي صافي انا غادي ندير معك الفيلم هذا في فاذا بي كنتفاجئ بان البنت كلش كتطلب مني شي حوايج اللي ما فهمتيني ما غنقدرش نديرهم انايا وليت كتقول لي غطلع للسطاح وغتبغي دير براسك بحال باغي تنتحر وغادي ملي تكون كدوي من الصحة خاصك تعرى وخاصك فهمتيني شحال حوايجك ودوب واحد السيريا واش غواش وهادي قلت لي انا ما يمكنش لي ندير هادشي كامل لان انتيا فهمتيني انني انا عندي عائله وعندي بزاف ديال الناس والصراحه فهمتيني كنت باغي نعاونها وكنت باغي نساعدها ولكن للاسف ان الدريه اكتشفت انها فهمتيني كتضحك عليا وباغي غير مصلحتها وما كتبغيش المصلحه لشي شي واحد واللي بقى فيا الحال هو انني كنت غادي معها بواحد النيه زوينه وكنت باغي نتعاون معها ونحيد من ديك الروتين اليومي ديالها فهمتيني نحاول ما امكن نطلع على المعنويات ديالها ونعطيو الصوره زوينه للمغاربه اللي تيشبعونا ولكن للاسف الدريه مشات في داك الفيلم وداك الفيلم ديال نزار وداك البوز اللي هو التفاهه اللي كنا الان ولينا تنشوفوا ناس في المحاكم ناس اللي شي تشاقلوا بسبب هاد الكونسيبت هذا اللي داروا لينا بعض المشاهير اللي شي يخدموا من اجل الماده ومن اجل البوز ومن اجل الادسنس هي انسبيرات منهم وفهمشيني قالت لهم انني غادي ندير انا وياك بحال مكا وغنطلعوا القناه وشك شي ولكن للاسف انا ما نقدرش نضحك على مليون 40 نسمه اللي المغرب المغاربه تبارك الله عليهم راه اذكياء وش يعرفوا شنو شي يديروا وفهمشيني وفي الاخر تصدمت بان قالت لي ما تبقاش تدوي عليا وما تبقاش تكلم عليا لان اللي تكلمت عليا غادي نديكلاري بك غادي ندير بك دعوه قضائيا وتنقول انا او ما يمكنش انني انا غادي ندافع على هاد السيد وتنطلع على المعنويات ديالو وتندوي على بواحد الشكل اللي هو راقي رغم المغاربه تيسبوا وتيعايروا كيف ما متبعين بزاف ديال المغاربه ان الفيلم هذا ديالها هي وديك الروتين اليومي اللي ما راضينش عليه وهاد الفضيحه اللي تدير لان خلقت لنا الفتنه وربما فهمتيني شحال من واحد تفرج في هذاك الفيديو وكاين السبان وكاين بزاف ديال الحوايج لان دريه قاصر تتبين المؤخره ديال المغاربه وتتدير بزاف ديال الاشياء اللي هي المغاربه ما راضينش عليها وحاليا دابا فو ان المجتمع ديالنا ولا فهمتيني شي صنع واحد صنع البوز ما بقى سميتو صنع المحتوى لهذا بغيت نوضح للمغاربه بان هذيك البنت راه بغات ان ماشي انا كنخسر لها السمعه ديالها ولكن هذه الحقيقه والحقيقه ما كتقبلها حتى شي واحد ومن هي فهمتيني ما دخلش لها الراسه وانا كنقول لها انني عندي دلائل بان على لسانك انت كتقول لي دير ودير ودير امر فوق راه كاين كل شيء كاين انا كندوي بادله وما كندويش بكلام فارغ واش نقول ان المغاربه مش بقاوش تفرجوا في التفاهات وفي هذا البوز ان الانسان يعرف في من يتفرج وان تكون واحد من يتحمل المسؤوليه بعد هذا الشيء كامل راه هو كمتفرج هو اللي كيتحمل المسؤوليه لان شي واحد الكونسيبت ما عجبكش كدير لي سينيالي ولا تدير لي ولا فهمتيني كدير لي ديزلايك اصلا ما كتشوفيهش كاع انت اللي كتختار المسؤول اليوتيوبرز اللي شي المحتوى اللي كتبغي ولهذا تنبغي نقول للمغاربه انني ان شاء الله ترقبوني في فيديوهات جداد في القناه ديال سيمو محب تي في اللي غادي يكونوا فيه فلوجات غادي يكونوا فيه بزاف ديال الحوايج وكنبغي نذكر المغاربه ان دخلوا عندي القناه ديالي ديال سيمو محب دعموني انني انا ما تنبغيش نضحك على المغاربه وهذه هي الحقيقه ديال النادي المراكشيه والام ديالها هي اللي كتحمل المسؤوليه لان الدريه باقا قاصر وتنقول للمغاربه
لكم المسامحه الى فحالاش ما الى دامنش مع شي. وصراحه ندمت بزاف لانني تكلمت على بنت اللي ما كتساش وطلعت لها المعنويات ديالها. وشحال من واحد قال لي شكون هذيك البنت تطلع على المحشاوي المعنويات ودشي لها واحد القيمه كبيره وفهمتيني. والصراحه بقى في الحال انني بغيت نتضامن معه بغيت نتعاون معه بغيت نحيد من ديك الروتين اليومي. وكيد للاسف ديال البنت ان لقيتها تتبغي غير مصلحتها وانا كنتحداها ان ما تتبغيش الخير لبنادم. هي كتبكي وكدير هذاك الشيء كامل غير تمثيل في تمثيل في تمثيل. والا قالت شي حاجه ان تحداني وما غتقدرش هي اصلا تحداني لاناش انني انا كندوي بادله وكندوي بشي حاجه اللي هي مشبهه. وتنقول المغاربه نوعدكم ان السيمو محيب غادي يقدم لكم محتوى زوين. وديما السيمو محيب تي في راه ضد التفاهه ضد التفاهه. وان شاء الله اي واحد كيدير التفاهه كما كتلاحظوا ان البارح كنا حاضرين في الجلسه ديال القايده غيشه وريده والتشينويه اللي صراحه واحد الماساه واحد لواحد المنظر اللي فهمتيني ما تبغي هذاك المهم هذيك البلاصه ما تبغاتش شي واحد. لان ولينا كنشوفوا دابا حاليا ميل فاش ولينا كنشوفوا النيابه العامه والضابطه القضائيه تيخدموا في واحد الملفات اللي هما اصلا ما فهمتيني ما عندهم حتى شي حاجه ما عندهم حتى شي قيمه. لان السب والقذف وداك الشيء دابا حاليا ولا من اجل الاسنس ومن اجل الماده ومن اجل بزاف الحوايج. كنقول للمغاربه حاولوا انهم اي حاجه فيها البوز اي حاجه فيه حنا ضد التفاهه. وان شاء الله ترقبوا الجديد ان شاء الله. وحاليا دابا راه عندي واحد العمل فني مع مع الراقصه ايمان الفنانه ديالنا اللي تتواجد مدينه سلا. عندي مع واحد العمل سلسله كوميديه اللي غتكون كيفاش قبلت انني بقات فيا المره الاولى وان ما قلت ما عندي لا اب لا شي واحد وشي بغي يدعمها وفهمتيني بزاف وبزاف ديال الناس انهم تخلاو عليها. ولكن انني بغيت نستطع ونخرج بوجه مكشوف لان تلك الدريه ما بغيتش انا تضيع وما بغيتش تمشي للطريق الخايبه وبزاف ديال الحوايج. ولكن للاسف كنت غالط فيها بزاف. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.